إذا خشي على نفسه أن يهلك بسبب تركه للزواج وجب عليه تزوج حتى لو كان عنده مال ولم يحج حجة الإسلام إن تزوج ما استطاع أن يحج وإن حج ما استطاع أن يتزوج وهو يخشى على نفسه العنت المشقة الشديدة يتزوج ولا يجب عليه الحج في هذه الحالة إلى نعم